بسم الله الرحمن الرحيم، ومن نصر إلا عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حقيقة أنه فرحة لا تساويها فرحة، ويوم لا يساويها يوم. في هذا يوم الجمعة المبارك تمكننا بفضل الله سبحانه وتعالى وبهمة الغيارة من قيادة فرقة المشاهد 15 ورجال الهندسة العسكرية، وبالجانب الآخر مكافحة الإرهاب والفرقة 9 من النصب القسم الأكبر من الجسر العائم الذي يربط لفتي نهر دجلة. وهنا نقول رحم الله محمد الجواهري عندما قال: حييت سفحك عن بعد، فنحن لا نقول عن بعد وإنما نقول حييت سفحك عن قرب، فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. ها هي دجلة، وها هي القرى، وها هي الناس، وها هي العوائل الموصلية التي تحتفل معنا في نصب هذا الجسر وربط ضفتي النهر. سيادة القائد، قائد الفرقة 15 بعد خطوتين راح تكون بالضفة الغربية لنهر دجلة، ما هي رسالتك لها للموصل؟ نقول لهم بعون الله بإذن الله نحن قادمون، ولم يبقى إلا القليل. أصمدوا، ساندوا، ابقوا في منازلكم، قاوموا داعش، انتفضوا على داعش، نحن قادمون إن شاء الله.